ايضا على صعيد مهم جدا، المساعدات او الدعم اللي الاتحاد الاوروبي لمصر ادراكا من دور مصر المحوري وتعزيز التنميه المستدامه، وايضا في ظل الفرص الاستثماريه الواعده اللي بيتمتع بها السوق المصري خاصه في مجالات الطاقه الجديده والمتجدده، وايضا في مجالات الصناعه كان الاتحاد الاوروبي دور مهم جدا في برنامج تحديث الصناعه منذ اتفاقيه الشراكه في 2001، ايضا فيما يتعلق بفرص استثمار واعده في مجالات زي مجالات الرقمنه، ومصر بتشهد طفره كبيره في مجال التحول الرقمي خلال السنوات الماضيه، وده الاتحاد الاوروبي بيولي اهتمام كبير جدا. مصر بتلعب دور مهم جدا خلال الفتره الاخيره فيما يتعلق ب كمركز إقليمي للتداول وتجارة الغاز، وشفنا منتدى شرق المتوسط للغاز اللي مصر كان الحقيقة بدأت بمبادرة مصرية، وكان مهم جدا في إن اختيار مصر كمركز لهذا المنتدى. ومصر بتلعب دور مهم جدا فيما يتعلق بإمداد الدول أو أوروبا بالطاقة الجديدة والمتجددة، وشفنا الاتفاقات المهمة جدا واهتمام كبير جدا من قبل الشركات الأوروبية الكبرى في هذا المجال للحقيقة تعظيم الاستثمارات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره لأوروبا. شفنا أكبر واحد من ثلاث أكبر مشروعات استثمارية في الدول النامية مصر كان في مصر، تم توقيعه مؤخرا ما بين إحدى الشركات الكبيرة جدا رينيو باور، إحدى الشركات العالمية الكبيرة جدا في هذا المجال، بضخ استثمار 8 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر وإعادة تصديره مرة أخرى إلى الدول الأوروبية. فمصر كمان خلال السنوات الماضية كان فيها طفرة كبيرة جدا فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الهيدروجين الأخضر في منطقة الاقتصادية في الخليج السويس. فأعتقد أن الاتحاد الأوروبي يعني من هذا المنطلق باهتمام كبير جدا بضخ استثمارات في مصر في هذه القطاعات الواعده، وشفنا الاهتمام اللي كان الحقيقه وفقا لتقرير بلومبرج فيما يتعلق بزياره رئيس المفوضيه الاوروبيه لمصر والاعلان عن ضخ استثمارات لمصر نحو 9.8 مليار دولار.